نظيره الإنجليزي في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. المباراة التي ستقام على ملعب هامبدن بارك الشهير في غلاسكو يوم السبت المقبل تأتي وسط إجراءات أمنية مشددة عقب العمليات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في لندن. وأعلن الاتحاد الاسكتلندي أن بوابات هامبدن بارك ستفتح للجماهير في وقت مبكر عن المعتاد، حيث سيكون التفتيش شاملا، كما سيتم تشكيل طوق أمني قبل عدة أمتار من بوابات الدخول لحامل تذاكر المباراة فقط. وسيتم توفير حافلات مجانية لنقل الجماهير من وسط المدينة إلى الملعب قبل المباراة وإعادته مرة ثانية عقب اللقاء.